الرحمن حل. طبعا مساءكم متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم من عمان. تحيه ايضا لكل من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظات، نسعد دائما بمتابعتكم، ان شاء الله تستمتعوا ايضا بالمحطات التي تتابعونها معنا في برنامج من عمان. هذه المرة سنتكلم عن مدينة ريسوت الصناعية، استثمارات واعدة وفرص وظيفية واعدة أيضا بمشيئة الله تعالى، مع ضيفنا الأستاذ حمد بن حمود القصابي، مدير عام مدينة ريسوت الصناعية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. مدى أستاذ حمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور لخالد، اهلا وسهلا بكم يا اخي، حياكم الله. حياك الله استاذ حمد، بدايه خبرنا عن المشاريع القائمه هناك في المدينه الصناعيه وابرز الاستثمارات التي ايضا تحققت هذا العام. نعم. نعم خالد، حياكم الله جميعا ونرحب بالمشاهدين الكرام. في الحقيقه مدينه ريسوت الصناعيه شهدت اقبالا من المستثمرين، و بها الآن عدد جيد من الاستثمارات في صناعات مختلفة. لدينا تقريبا حوالي أكثر من 200 مشروع في مدينة ريسوت الصناعية حاليا، تتوزع حول أنشطة مختلفة صناعية، تصنيع غذائي ومواد بناء وصناعات أدوية والكثير من الصناعات الأخرى المتنوعة موجودة في مدينة ريسوت الصناعية الآن. نعم، طيب ماذا عن تأثير جائحة كورونا؟ إلى أي مدى هناك تأثير على سير العمل وعلى الاستثمارات أيضا في المدينة الصناعية؟ بلا شك أنه هذه الجائحة قد أثرت على مختلف الأنشطة في البلاد، ومن ضمنها النشاط الصناعي، ولكن هناك جهود تبذل من قبل المعنيين ومن قبل المختصين في الحكومة وفي مدائن وفي المصانع نفسها للتغلب على كل الإشكالات أو على كل العراقيل التي أوجدتها هذه الجائحة. كما يعلم الجميع هناك نمط مختلف من الأداء توجب على الجميع أن يلتزم به لتفادي ما يمكن تفاديه من هذا الوباء الذي عم العالم كله. فبلا شك هناك تأثير على النشاط الصناعي، ولكن أيضا بجهود الجميع يتم الآن التغلب على هذه العوائق وعلى هذه الإشكالات، ويعمل الجميع يعمل من أجل أن تسير عملية التصنيع وعملية الإنتاج بشكلها الطبيعي السابق. نعم، طيب أستاذ حمد، يعني مؤخرا كانت هناك زيارة لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمدينة ريسوت الصناعية، وهنا فرصة للحديث أيضا عن تشجيع ويعني الدور مثل هذه المناطق الصناعية في تشجيع البحث العلمي والابتكار، وأيضا توفير تدريب التقني للشباب بما يتوافق طبعا مع سوق العمل وأيضا ما يتعلق بالأبحاث، فكيف شايف هذا الدور؟ في الحقيقة كانت زيارة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى مدينة ريسوت الصناعية فرصة لإطلاع معاليها أولا على حجم النشاط الموجود في مدينة ريسوت الصناعية وعلى أنواع الصناعات الموجودة. في الجانب الآخر أيضا تم الحديث حول يعني ما سوف يقدمه الابتكار والبحث العلمي لتطوير المنتجات العمانية. هناك الكثير من المجال كبير، لأنه يعني يتم التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والمصانع والشركات لتطوير المنتجات ولإيجاد منتجات جديدة. في الجانب الآخر أيضا تم التطرق إلى مخرجات مؤسسات التعليم العالي ودورها في رفد الموارد البشرية في المصانع بالمختصين، وبالتالي كانت زيارة معاليها أيضا يعني فرصة للجميع للوقوف على ما يحتاجه القطاع الصناعي من دعم.
فيما يتعلق بالبحث العلمي، وكذلك فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية المتخصصة للعمل في وأكيد هذا ينعكس أستاذ حمد أيضا على موضوع تدريب الشباب في هذه المناطق الصناعية وأيضا فتح مجال البحث العلمي والابتكار. ماذا عن التكامل أستاذ حمد بين المنطقة الصناعية في ريسوت وأيضا في ولاية ثمرين؟ فيما يتعلق بمسألة التدريب أو التدريب على رأس العمل، طبعا دائما المصانع والمدن الصناعية عموما تقوم بهذا الدور بالتنسيق مع الجامعات والكليات، لأنه هو أمر أساسي لتأهيل وإعداد المخرجات من الجامعات والكليات وجعلهم مرتبطين بسوق العمل. بالنسبة لنا أيضا في مدائن، طبعا كما يعني يلاحظ الجميع، الحمد لله مدينة ريسوت شهدت إقبالا جيدا من المستثمرين وهي تقريبا شبه ممتلئة، فلذلك مدائن دائما تسعى إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، ولذلك نحن نعمل الآن على مباشرة تطوير مدينة ثمريت الصناعية أو مدينة صناعية في ولاية ثمريت، وفي الحقيقة يعني الآن في مرحلة إعداد الدراسات الأولى وما يسمى بالمخطط الشمولي للمدينة، ونعمل أن يرى النور قريبا إن شاء الله. ونبدأ في عملية استقطاب بعض بإذن الله. شكرا جزيلا لك المستثمرين لهذه المدينة. الأستاذ حمد بن حمود القصابي مدير عام مدينة ريسوت الصناعية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، شكرا جزيلا لك. بعد قليل متابعينا الأعزاء سنتحدث عن موضوع جميل ورائع وهو الحديث عن موسم تعشيش السلاحف هناك في رأس الجنز، لكن قبل ذلك سنتابع هذا التقرير عن السلاحف.